نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، الله يخليك، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا تحياتي لنجومك الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. منورك يا كابتن. مبروك النادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه، وحظ اوفر لنادي السموحه. كابتن ايمن، قبل ما نروح طاقم التحكيم ونعرف الساده المشاهدين بطاقم التحكيم، نقول المباراه كانت صعبه ولا كانت سهله؟ المباراه لحد دي 40 اعتقد كانت مباراه صعبه على التحكيم، لحد ما النادي الاهلي احرز الهدف الاول والثاني والثالث. هنا النادي الاهلي النهارده فوق النادي الاهلي في الاداء وفي النتيجه، سهل مهمه التحكيم يا كابتن احمد. ودي يمكن الحكم بيبقى احيانا محظوظ واحيانا مش محظوظ. فالشوط الاولاني من الدقيقه 40 المباراه سهله جدا جدا تكون التحكيم نتيجه تفوق اداء النادي الاهلي في النتيجه وفي المستوى. طاقم التحكيم النهارده بنقول ان هو كان ابراهيم نور الدين الحكم الدولي، كان معاه مساعد متميز جدا 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 شريف عبد الله، وكان معاه المساعد الثاني ايضا كان محمود لطفي، والحكم الرابع حسين الكريمي، وكان على الفار وائل فرحان، وكان موجود معاه الحكم الدولي محمود ابو رجال.